عايز اقول لكم بقى حاجه بمناسبه ان كولر اتقال ان شخصيته ضعيفه. أيوة. واول مره اقولها في الموضوع الوداد ده، انه بصفت عليه قد ايه؟ انه كولر جاب مصطفى شوبير قبل المباراه بوقت كافي. أيوة. جدا، وقال له انت اللي هتلعب المباراه. ايوه. المباراه دي بتاعتك وانا بثق فيك ثقه عمياء وانت اللي هتلعب المباراه. فهو جهز نفسه بشكل غير عادي. كان الكابتن محمد الشناوي بدا يسترجع، يعني كان يوم الثلاث حتى عرفيته. تم الاعلان رسميا ان هو رجع للتدريب محمد كابتن محمد الشناوي، وكان الكابتن الشناوي عايز يلعب حرصا على الفريق. صحيح. وطالب يعني او طلب من كولر انه يلعب. كولر قال له شوبير اللي هيلعب. علي لطفي كان عنده شد خفيف وخف وطلب من كولر انه يلعب، قال له مصطفى شوبير اللي هيلعب المباراه. المباراه الثانيه بقى والولد عمل مباراه كويسه جدا، فكولر جاب مصطفى شوبير من قبلها بثلاث ايام، قال له انت مش في من قبلها بيومين قال له انت مش في القايمه خالص، وانا عندي محمد الشناوي لازم استعيد الثقه مره ثانيه، وعندي علي لطفي اول مره اقولها. علي لطفي خلاص ده اخره مع النادي، لازم يخرج معزز مكرم، لكن انت في مستقبل كبير جدا بينتظرك، وبالتالي انت قدمت كل اللي عليك في المباراه الاولى، وان الاوان او ده دور الكابتن محمد الشناوي يبقى موجود. ده مدرب قوي. انا اعتقد اللي عايز يسمع كلمه مدرب شخصيته ضعيفه يسمع الكلام ده، مش محتاجين بقى نتكلم في حاجه تانيه. مهم والله، انا ما كنت هقوله خالص، بس وفات عليه خلاص. بيفتحوا الاسرار بعد سنوات بيقولوها. يعني صندوق الطياره اللي اسمه فتح لك ماتش الوداد. صحيح. خلينا